العراق ملتزم بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. هذا ما أشار إليه رئيس الحكومة في تهنئة لدونالد ترامب بعد إعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية، وهو ما ذهب إليه رئيس الجمهورية كذلك، تصريحات سياسية يعدها محللون للشأن السياسي رغبة من بغداد في استمرار التفاهم والتعاون القائم حاليا مع واشنطن. أعتقد العراق سيتعامل مع الولايات المتحدة مثلما كان يتعامل مع الحكومات السابقة، لا سيما هناك مفاوضات جارية بين الوفد العراقي والوفد الأمريكي من أجل الخروج أو الانسحاب بتوافق واتفاق مع الجانب العراقي. بالتالي ليس هناك خلافات ولا صراعات حقيقية، وحتى حكومة ترامب أعتقد حينما يستلم في العام المقبل أعتقد لم تكن هناك صراعات أو خلافات. ويرى آخرون أن هناك ملفات عدة لا تزال ترهق علاقة بغداد مع حليفتها واشنطن، أبرزها طبيعة العلاقة مع إيران وملف السيطرة على الجماعات المسلحة المدعومة من طهران، والوصول إلى اتفاق لإنهاء مهام التحالف الدولي يحقق مصالح الطرفين، فضلا عن قضايا اقتصادية مهمة منها حركة الدولار في الأسواق العراقية ومنع تهريبه وخصوصا إلى إيران. رئيس جديد للولايات المتحدة، إذا نتحدث عن فلسفة جديدة واستراتيجية جديدة في إدارة المشهد، خصوصا أن ترامب لديه تجربة سابقة ويعرف الكثير من التفاصيل عن الواقع العراقي، لذلك على الحكومة وإدارة الدولة أن تستثمر يعني واقع هذه الإدارة الجديدة لتطوير العلاقات وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويحقق الاحترام المتبادل. وتأمل بغداد بحسب تصريحات كبار المسؤولين أن يستمر الدعم الأمريكي للعراق سياسيا واقتصاديا، وأن ترفع واشنطن من حجم استثماراتها وخاصة في مجال الطاقة. سرمد القاص، الحرة، بغداد.